فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التلحين في الأذان والمدود الطويلة فيه؟ يستحب تحسين الصوت بالأذان، يستحب تحسين الصوت بالأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بلال: أندى صوتا، يعني أحسن صوتا، فيستحب تحسين الصوت بالأذان. أما التلحين فهذا منهي عنه، لأنه يحول الأذان إلى غنى، لكن إذا كان التلحين خفيفا فإنه لا يضر، أما إذا كان متكلفا ويخرج الأذان إلى ما يشبه الغنى فهذا لا يجوز. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.